يعشن في ريف إدلب، تزهر في حقولهن وحدائقهن ورود الورد الجوري، فيقمن بقطافها ويصنعن منها بأياديهن وبأدواتهن البسيطة مربا ذو مذاق خاص يميز فيه ذائقة لحلاوة الصناعة اليدوية المباشرة. الورد نحن بنعمله بالربيع، من قصه من تكه لام بالأرض فترة الشهرين بصير الورد، نصير من حوشه نعمله مربايات، بناخه على السوق من يعني من بيع بالسوق، بنشتغله شغل ايدنا يعني شغل ايدنا، الكيلو بنحط له كيلوين ونص سكر او كيلوين يعني حسب الرغبه، بنشتغل مع ميمونه زياده بنبيع، مثلا حدا وصانا بناخذ له ما نبيع من مربى. ورد الجوري يعني صناعه جديده في منطقه ادلب، والحمد لله يعني موسم كويس وان شاء الله اخر الورد جديد الحمد لله، وصار كميته كويسة يعني بهالمنطقة صارت كميته كويسة، أو بنطبخه وبناكل جنب منه، مثلا في تاكل جبنة جنبه، في تاكل زيتون، في خلق بياكلوه مشان إذا معدتهم عم بتجعهم يعني كويس، كمان مفيد يعني للجسم. الورد جديد هلا طالع يعني لهالنسوان، هذا بياخذ مثلا بيشتغل في بيته، بيحب يبيع، بيحب يترك مونة إله مثلا لجاره لابنه بيبعتوا له بيشتروا منهم، بيطبخوا بيبيعوا، مثلا له رغبه بيجي بيشتري، وما له رغبه ما يعني ما له رغبه في الورد وبيحطوه بهالسفره وبشكله تشكيله بهالسفره يعني الورد مربى الورد كويس. الورد يعني صار شغله جديده في هالمنطقه هيدي، ونحن بنعمل هالمربى بنجي بنفرطه بنحط له يعني شيء هيك ملح الليمون وحب السكر نفركه في بعضه، بنركب بحطه بهالطنجره بنشغل هالبابور بنحطه على هالبابور بنطبخه، الكيلو بيعبي جام يعني ابو الكيلو ما بي يعني ما بيقطع اكثر من هيك، مثلا جارنا بده بنعطيه بنبيعه او بناخذ له ورد هو بيساوي. الورد الجوري اصبح مصدرا للرزق للعديد من الاسر والعائلات التي تسكن الشمال السوري، وعلى مدار 7 أشهر هي ما يعرف بموسم قطافه، تتم صناعته كمربى في فصل الصيف، كما يتم تخزينه لاستهلاكه بفصل الشتاء، فضلا عن العديد من العطور التي تصنع منه معنونة بأسماء مختلفة ذات أصل عطري جوري مميز وفريد من نوعه. نحن عندنا مشروع رب العالمين الله هينا رزقتنا، جبنا نصف ورد جوري، ورد الجوري طبعا هذا المربيات، يعني احنا ما عندنا مصدر رزق، عندنا شقفة الأرض وزرعناها مصدر رزق إلي لهالحريمات وهالولاد، ما عندنا حدا يستعين فينا غير رب العالمين، عم نشتغل فيه إن شاء الله. طبعا شغل الورد بنروح على الكرم على المشروع، بنقطف الورد بروح أنا وزوجي وباخذ معي عامل نقطف هالورد ومنجيبه على البيت، نجيبه على البيت هون، اللي لازمه ورد يعني ياخذ يشتري بياخذ، واللي ما بيحسب يطبخ الورد جيبه لعندي انا بطبخ له هو مربى. طبعا الورد بنستخدمه نحن للمربيات للعطورات للزهورات للتجميل، تجميل يعني زي بيسووه دهنات كريمات تجميل تزيين يعني، وطبعا نحن اكثر هو الشغل عندنا للمربيات. عند اللي ما بيكون توزيعي انا هون للمربيات طبخ، في عندنا طبعا بناخذه عمارة مصريين، في هنيك تجار بياخذوه مني هنيك التجار وبتصرفوا، في اكثر هن بياخذوا للزهورات وشيك شغلهم، والحمد لله رب العالمين. وانا بنصح هون كل مين عنده مزرعه يشتغل وباب رزق ان شاء الله، يعني الورد مفيد ورزقه كويسه. طبعا بيبدا الورد نحن عندنا هون ب 15 ايزار، بينتهي عندنا بشهر 12، لشهر 12 هون بنتهي المشروع. طبعا بيجي اول بدايه شغله فتره شهرين هجمته ماكين، بعد الهجمه بخف شغله ابو 20 يوم ترجع تبجي هجمه ثانيه، هو له 3 مراحل هجمه، بين المرحله والمرحله بتجي شغله 20 يوم، والحمد لله رب العالمين متوكلين على الله وعلى الرزقه هاي والف الحمد لله.